من هبتدي معاك من الثمان شهور دول، من اللحظه اللي حقق فيها 27/11 تحديدا الاهلي بطوله دوري ابطال افريقيا النجم التاسعه، عدى على نهائي كاس مصر، فاز طبعا حسم بطوله الدوري، خد سوبر افريقيا، خد ثالث عالم، خد بطوله دوري الابطال في النسخه الجديده. في ناس بتقول انه الاهلي ما عندوش ستايل. ما عندوش ايه؟ ستايل، او انه كره الاهلي مش حلوه. لا، هو هنا انا عايز بس افرق حاجه مهمه جدا. موسيماني عنده ماذا والا ما كانش جه النادي الاهلي. تم اختياره جه بناء على قدرات شهدت مرئيه، خبرات اتقرت، لعب معانا قبل كده، كسبنا في ماتش من الماتشات في سنه من السنين وشفنا اداؤه. لما جه النادي الاهلي شعبيه النادي الاهلي غير سان داونز، الكوره في مصر غير الكوره في جنوب افريقيا. لازم نعرف ان الكوره في مصر اللعبه الشعبيه الاولى، الكوره في جنوب افريقيا مش اللعبه الشعبيه الاولى. فالضغوط اللي على اي جهاز فني بيمسك النادي الاهلي مختلفه تماما عن الضغوط اللي عن الجهاز الفني اللي بيمسك سان داونز. أيوه. اللي هو نمر واحد في جنوب افريقيا. هنا في اختلاف. موسيماني جاي وعاوز الاول يعمل بصمه، عايز يعمل الاول بصمه، فهو عمل بصمه بالاسلوب اللي هو شايفه ماشي او يتناسب مع التيم بتاعه في الوقت ده. مش انا ما اقدرش اقول كلام انا مش مقتنع بيه. انا شفت موسيماني عمل ماتشات كويسه جدا، وبعدين شفت خاف على الماتشات دي وخاف على القلق ده وقلق على بعض الاداء اللي كان عاوز يعمله. أيوة. ومن القلق ده خلاه يعمل الماتشات، يشتغل الماتشات. عشان لازم هروح لفصل بسرعه بعد شويه. درجه اجاده موسيماني مع النادي الاهلي من 1 لـ10؟ لا، دلوقتي اقدر اقول 7/10. 7/10. ويحتاج ايه عشان يكمل الثلاثة من وجهة نظر كابتن مجدي طلب؟ ما فيش حد هيوصل 10/10، انما عشان يوصل لـ9/10 هيتنوا ماشي زي ما هو. التدعيمات اللي بيطلبها اكيد النادي الاهلي هيلبيها له، وكابتن الخطيب النادي الاهلي عموما طول عمره في القصة دي سباق، وكابتن الخطيب اكيد ماشي مع في نفس المنوال، في نفس اللين، بيجيب اللعيبه وبيجيب التدعيمات المهمه اللازمه. ايوه. وده اللي ناقص موسيماني فقط لا غير، بعض التدعيمات القويه اللي بيها تقدر تساعده انه يشتغل باريحيه خالص كامله، ما عندوش مشكله مين يخرج مين يدخل.